À cette vidéo, on va voir l'électrode de deuxième espèce. Elles sont constituées par métal recouvert par un 2CCl peu soluble. Ce dernier est en contact avec une solution contenant son anion. Il y a un métal mourata bouahed sel kabili de weben. Ce dernier est en contact avec une solution contenant son anion. Il y a un métal fouahed mahloul. Il y a un métal anion de sel. بمعنى هذاك الاليمون اللي مشارجي نيجاتيف اكو في السوليسيون راه كاين بحالو كيشبه ليه في السين باغ اكزومبل الكترود ا كلوغير دارجون اج هو المعدن اج سي ال هو السيل والايون انيون اللي مشارجي نيجاتيف ها هو بحالو كاين في السيل ثلاثه الحوايج ميتال سيل والانيون ديال السيل الكترود او كالوميل Hg2Cl2 Hg هو معدن ولكن كيكون على شكل ليكيد ميركور هو الزئبق المعدن اللي كيكون على شكل سائل Hg2Cl2 سيل والانيون ديال هاد السيل عندنا في السوليسيون هو السائل موان ثلاثه ديال الحوايج هاد الكترود او كالوميل ولا الكترود دو ريفيرونس غادي نتكلموا عليه بزاف فيديوهات اللي جايين مثال اخر بحال اش جي ميركور مع سيل اش جي 2 اس او 4 والايون دي سيل اللي هو سيرفاس اس او 4 دو مو الانيون ماشي الكاتيون الانيون كيكون شارجي نيجاتيف الكاتيون كيكون شارجي بوزيتيف دونك ردوا البال الانيون اللي مشارجي نيجاتيف ماشي الكاتيون الكترود دو دوزيام اسبيس كتكون في كي اس لو برودوي دو لا سوليبيليتي غير بالنسبه لهاد لي سيل اللي تكرر دابا بحال اج سي ال سوليد اج 2 سي ال 2 اج 2 اس او 4 هادوك كاملين عباره عن سيل عندهم برودوي دو لا سوليبيليتي كي اس دابا غادي نتعرفوا كيفاش كنحسبوا البوتونسييل ديال الكترود دو دوزيام اسبيس باغ اكزومبل قلنا عندنا اش جي سوليد اش جي سي ال سيل والايون دي سيل اللي عندنا في السوليسيون هذا الكترود دو دوزيام اسبيس بغينا نحسبوا البوتونسييل ديالو كندير الرياكسيون ديال هاد السوليد والرياكسيون ديال السيل على سبيل المثال اش جي بليس بليس ان الكترون غادي يعطينا اش جي وكندير الرياكسيون ديال السيل من بعد الى بغيت ندير لا رياكسيون جلوبال بحيث هاد اج جي بلس غادي تختزل مع هاد اج جي بلس وغتبقى لينا اج جي سي ال بلس ان الكترون كتعطينا اج جي بلس سي ال موان دونك تبعوا معايا مزيان الى بغيتي تحسب البوتونسييل بالنسبه لهاد الكترود دو دوزيام اسبيس عندك الرياكسيون الاولى يمكن لك تحسب ليها البوتونسييل اللي عندنا واحد الشانجمون ديال لي الكترون والرياكسيون جلوبال حتى هي يمكن لك تحسب ليها البوتونسييل لان عندنا واحد الشانجمون ديال لي الكترون دونك عقلوا معايا مزيان الا قال لك حسب لي البوتونسييل عندك ان دو رياكسيون كتمشي على حساب السؤال اللي عندك في التمرين واش طالبين منك تحسب ليهم بوتونسييل بجوار هاد الالكترود ديال اج جي ولا البوتونسييل ديال رياكسيون جلوبال دونك دابا غنجي غنحسب بوتونسييل ديال اج جي بلس اج جي ماشي هنا غندير البوتونسييل من خلال ليكواسيون دو نيرنس ديال الرياكسيون الاولى بوتونسييل كيساوي البوتونسييل ستاندار ديال اج جي بلس اج جي بلس 0.06 سيغ لو نومبر دي الكترون ايشانجي هنا عندنا الكترون واحد دونك ندير سيغ 1 لوغ لا كونسونتراسيون ديال الاوكس المؤكسيد سيغ لا كونسونتراسيون ديال لو ريدكتور المؤكسيد هو اللي كيكتسب قلنا الالكترونات هو اللي حداه واحد الالكترون اللي هو اج جي بلس في هذه الحاله دونك درنا لوغ لا كونسونتراسيون ديال الاوكس هو اج جي بلس سيغ لا كونسونتراسيون ديال لو ريدكتور هو اج جي سوليد لا كونسونتراسيون ديالو ايغال 1 نتابعوا معايا الاسئله كيفاش كيتحطوا قدر يقول لك اعطيني البوتونسييل اون فونكسيون دو كي اس في هذه الحاله انت كتمشي كدير لو برودوي دو لا سوليبيليتي لهاد السيل اللي عندك برودوي دو لا سوليبيليتي اي جوداء الذوبانيه هذاك الشيء اللي دي بنينه كنديرو كي اس كيساوي لا كونسونتراسيون ديال اج بلس فوا لا كونسونتراسيون دي سي ال موان عندي هنا لا كونسونتراسيون ديال اج جي بلس دونك غادي نجبدها من كي اس ونعوض هنا دونك الى جبت لا كونسونتراسيون ديال اج جي بلس كتساوي كي اس سيغ لا كونسونتراسيون ديال سي ال موان غادي نعوضها هنايا وغادي تصبح ليا على هذا الشكل عوضت غير هاد الكونسونتراسيون ديال اج جي بلس باش كي اس سيغ لا كونسونتراسيون ديال سي ال موان نقدر عاوتاني نقولك في لا كيسيون جبد ليا البوتونسييل اون فونكسيون دو بي كي اس
potentiel qui c'est le potentiel standard de la G plus AG plus 0,06 log KS moins 0,06 log la concentration CL moins. T'apparna réel qaïda de log A sur P égale à log A moins log B. PKS égale à moins log KS. Hna adna log KS donc on est égale à moins PKS. وفي الأخير كنكون حصلنا على البوتنسيال ديال القطب AG كيساوي البوتنسيال ستاندار ديال AG بلس AG موان 0.06 PKS موان 0.06 لوغ لا كونسنتراسيون CL موان. يمكن لك تحسب البوتنسيال ديال هاد الإلكترود دو دوزيام إسباس من خلال لا رياكسيون اللي أثرت عليها بالصفر ولا لا رياكسيون جلوبال اللي أثرت عليها بالخضر، لأن البوتنسيال ديال الرياكسيون الأولى راه كيساوي البوتنسيال ديال الرياكسيون جلوبال، عندهم نفس لي شونجمون ديال لي زيلكترون، وهذه في جميع الحالات ديال الإلكترود دو دوزيام إسباس. دونك كنجي لهاد ليكواسيون جلوبال وكنحسب ليها البوتنسيال هادي من خلال ليكواسيون دو ليريس، البوتنسيال كيساوي البوتنسيال ستاندار ديال هاد AG CL اللي هو الأوكس على AG اللي هو لو ريديكتور بليس 0.06 ديال القاعدة على لو نومبر دي زيلكترون إيشانجي في هاد الحالة هو واحد لوغ لا كونسنتراسيون ديال الأوكس AG CL سوليد لا كونسنتراسيون ديال لي سوليد واحد سيغ لا كونسنتراسيون ديال CL موان مضروبة في لا كونسنتراسيون ديال AG تاهو سوليد واحد دونك غتبقالنا غير لا كونسنتراسيون ديال CL موان نفس الطريقة اللي خدمنا عليها إلا قالك جبد لي البوتونسيال أون فونكسيون دو PKS ولا KS كتمشي لو برودوي دو لا سوليبيليتي وكتجبد لا كونسنتراسيون ديال CL موان كتخرج من هنايا وكتعوضها هنايا وكدير نفس الطريقة وكتبع غير القواعد نفترضو مثلا في الأسئلة قالك استنتج لي لو بوتونسيال ستاندار ديال AG CL AG بغاو هاد البوتونسيال ديال AG CL AG وعطاوك في المعطيات البوتونسيال ستاندار ديال AG بليس AG اشنو كدير كدير البوتونسيال ديال AG بليس AG كيساوي البوتونسيال ديال AG CL AG كنعاود البوتونسيال ديال AG بليس AG بالاكسبرسيون ديالو كيف تعرفنا دابا وكذلك نعوضوا البوتونسيال ديال AG CL AG بالاكسبرسيون ديالو انا بغيت غير هاد البوتونسيال مثلا ديال AG CL AG هاد 0.00 لوغ 1 سيغ لا كونسنتراسيون ديال CL مو غادي نديها الطرف الاخر دونك مديتها الطرف الاخر غتصبح ليا موان 0.06 لوغ 1 سيغ لا كونسنتراسيون ديال CL مو هنا عندي موان نقدر نقلب وندير بليس وعندي واحد القاعده ديال لوغ دو ا بليس لوغ دو بي ايغال لوغ ا فوا بي انا عندي 0.06 لوغ لا كونسنتراسيون AG بليس بليس 0.06 لوغ لا كونسنتراسيون CL موان دونك لوغ ديال الجمع هو جودة غادي نعمل بهاد 0.06 لوغ لا كونسنتراسيون AG بليس فوا لا كونسنتراسيون CL موان الى لاحظتوا معايا لا كونسنتراسيون ديال AG بليس فوا لا كونسنتراسيون ديال CL موان راه كتساوي ليا KS دونك هاد لي دو كونسنتراسيون جودة ديالهم غادي نعوضو غير بكا اس مثلا اللي قال لك جبد ليا هاد البوتونسيال او فونكسيون دو بي كا اس عندنا علاقه بي كا اس كتساوي موان لوغ كا اس هنا عندنا بليس لوغ كا اس وهنا عندي موان لوغ كا اس الا بغيتها بي كا اس خاصني نضرب هنا في موان وغادي نحصل على البوتونسيال ستاندار ديال AG CL AG كيساوي البوتونسيال ستاندار ديال AG بليس AG موان 0.06 PKS دونك انا عطيتكم غير احتماليات ديال الاسئله وهادو معظم الاسئله اللي كيتحطوا في شيمي دي زيلكتروليت اما الى عطاك هاد الالكترو دو دوزيام اسبيس ولا قال لك حسب لي بوتونسييل ديالو راه يقدر يعطيك غير الكونسنتراسيون ديال AG بليس والبوتونسييل ستاندار ديال AG بليس AG وهذا هو البوتونسييل ديال هاد الالكترو دو دوزيام اسبيس عندك جوج طرق يا اما تجبدها من الرياكسيون الاولى يا اما من الرياكسيون جلوبال وفي لي رياكسيون ديما ندير لي الرياكسيون الاولى ديال الالكترود والرياكسيون الثانيه ديال السيل الالكترود دو دوزيام اسبيس راه ديما كتكون فيهم كي اس لو برودوي دو لا سوليبيليتي ما تنساوش في الضغط على زر الاشتراك لمشاهدة جميع الفيديوهات توجه أسفل هذا الفيديو والضغط على رابط توتلي فيديو وكذلك ندعوكم للانضمام إلى المجموعة الجديدة أسود المعرفة على الفيسبوك وذلك بالضغط على جروب FB
الا بغيتو تطالعوا على جميع الفيديوهات اللي كاينه في القناه كتضغطوا على اسود المعرفه وكتلقاو مجموعه ديال الفيديوهات كتضغطوا على قوائم التشغيل ولا بلاي ليست وهنا غادي تلقاو مجموعه ديال الفيديوهات في الكيمياء والفيزياء